أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. بدء جلسة المشاورات المباشرة في الكويت، ووفد الميليشيا يتحفظ على النقاط الخمس للمبعوث الأممي. غارات للتحالف على مواقع القاعدة في أبيان، وتنظيم يطلب مهلة لدراسة انسحاب عناصره دون قتال. استشهاد طفل بانفجار لغم في البيضاء، والميليشيا تواصل خرق تهدئة وقصف مواقع المقاومة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهل النشرة بفتح ملف خاص عن آخر تطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. أعلن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع تحفظه على النقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مرتكزا لمحادثات الكويت. وقال وفد الميليشيا أنهم متمسكون بوقف إطلاق النار قبل أي نقاش في جلسة المشاورات المباشرة مع الوفد الحكومي، مضيفا أنهم أبلغوا ولد الشيخ أن أتيانهم لم يكن لتسليم سلاحهم ومصيرهم، بل للسلام الحقيقي والتوافق بين اليمنيين. الحرب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخسائر. أخيرا انعقدت محادثات الكويت، هذه الجولة التي تأجلت لأكثر من مرة منذ انتهاء الجولة السابقة في بيال السويسرية وحتى اللحظات الأخيرة مع تأخر وفد الميليشيا في صنعاء، تعقد وسط أمال بتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي طالت أكثر مما ينبغي. إن الخيار اليوم سيكون واحدا. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد في كلمته الافتتاحية أن أمام المتفاوضين واحد من خيارين: وطن آمن ومستقر لكل أبنائه، أو بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم، وأن الفشل خارج المعادلة كما قال، لكن لا شيء يوحي بأن أحدا سيأخذ ذلك على محمل الجد، بما فيهم صاحب العبارة نفسه الذي ما يزال مترددا في أي الطرق سيصل بالأزمة اليمنية إلى خارج حدود الفشل. في هذه الجولة وعلى الرغم من الاتفاق على أجندة المباحثات، إلا أن وفد الميليشيا لا يزال يراوغ، وهو الأمر الذي يهدد بالفشل كما في المرات السابقة، مع إعلانهم التحفظ على النقاط الخمس التي تشكل أرضية المباحثات. وفد الميليشيا وبحسب مصادر في الكويت يحاول ترتيب النقاط الخمس لتبدأ من إنهاء العمليات العسكرية من قبل الحكومة والتحالف، واستئناف العمليات السياسية قبل انسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما الوفد الحكومي يؤكد أن ذلك غير ممكن، وأنه لا يمكن نجاح أي عملية سياسية في ظل وجود السلاح بيد الميليشيا، وهو ما أثبتت التجارب السابقة. موقف المبعوث الأممي جاء متوسطا وغير مبشر أيضا، مع قوله أن تلك النقاط الخمس هي أساس الحل المنتظر في الكويت، ولكن تنفيذها ليس متسلسلا، مع اقتراح بتشكيل لجان تعمل بشكل متوازن بهدف التوصل إلى اتفاق واحد وشامل كما قال. في الكويت تتساوى كل الاحتمالات في هذه اللحظة، وفي حين ينتظر اليمنيون حلا طال انتظاره، فإن المؤشرات لا تبشر بالكثير. مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا معنا في الاستوديو الباحث السياسي جمال المريكي. أهلا ومرحبا بك سيد جمال. وبداية، ما هي توقعاتك لمستقبل المشاورات، خصوصا في ظل هذا التعنت الذي يظهره الحوثيون منذ أول يوم لوصولهم للكويت؟ أعتقد أن المجتمع اليمني لديه خبرة متراكمة بموضوع الحوار مع الحوثيين. نعم، هناك تكنيك تستخدمه جماعة الحوثي بشكل دائم ربما منذ الحروب الستة. التكنيك هذا يتضمن التالي: أنهم يأتون إلى اتفاقية يقولون نحن موافقون عليها، ثم يأتون بنقاط خمس أو نقاط ست أو نقاط سبع، كل مرة بنقاط. هذه النقاط هي عملية احتيالية على الالتزام باستحقاقات الاتفاقية محل النقاش ومحل الاتفاقية الرئيسية. إذن هم لديهم هذا التكنيك يستخدموه بشكل دائم، ويجيدون أنهم يستخدمون كل المناورات السياسية بما يسهل لهم التقدم على الأرض وبما يسهل لهم تحسين وضعهم العسكري على الأرض. هذا تعودنا عليه منذ زمن وبشكل متراكم، هذا هو التكنيك، هذه هي الاستراتيجية. نحن دائما نقول أنه إذا أردنا أن نعرف استراتيجية أي مكون نراقب نمط التحركات، نمط تحركات جماعة الحوثي يدل على هذا، هل هذا سيتغير أم لا؟ ليس هناك من يجيب على هذا السؤال إلا ما ستفعله جماعة الحوثي في هذه المفاوضات. ماذا بالنسبة لموقف الأمم المتحدة؟ الآن الحوثيون يبدون تحفظهم من نقاط ولد الشيخ الخمس، وهنالك حدث تشاور مسبق بينهم كأنهم تفاجؤوا بالنقاط عندما وصلوا للكويت، كيف
تقيم موقف الأمم المتحدة؟ هناك نقطة مهمة جدا ينبغي أن تدركها الأمم المتحدة ويدركها مبعوث الأمم المتحدة، وهو أن هناك صورة سيئة للأمم المتحدة في عقلية الإنسان اليمني البسيط. لا ننسى أنه تم اجتياح صنعاء من قبل ميليشيات مسلحة، والأمم المتحدة في صعدة في غرفة واحدة هي وقائد هذه الميليشيات عبد الملك الحوثي، ممثل الأمم المتحدة يجلس في غرفة واحدة هو عبد الملك الحوثي وتجتاح الميليشيات المسلحة صنعاء. هذه هي الصورة الحاضرة في ذهنية الإنسان اليمني البسيط. إذا الأمم المتحدة أمامها مسؤولية ألا تؤكد هذه الصورة بأن الأمم المتحدة هي بشكل أو بآخر أعطت شرعية لهذا الاجتياح ولهذا الانقلاب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. إذن الأمم المتحدة أمامها مسؤولية أن تصحح هذه الصورة لدى المواطن اليمني، لأن الأمم المتحدة يعني من المفترض أن تسعى أن تبقى صورتها الذهنية لدى كل المجتمعات في العالم أنها تسعى لترسيخ السلام وليس لمساعدة الميليشيات، أو دعيني أقول التسهيل للميليشيات بشكل أو بآخر. نعم، ناطق باسم التحالف العميد أحمد عسيري اليوم صرح بأن الحل الأزمة اليمنية لن يكون إلا عبر الحوار وليس عبر الحسم العسكري في الميدان. هل نستطيع القول أن هذا إعلان لانتهاء عملية التحالف في اليمن؟ وفي الوقت نفسه قال بالأمس أنه إن لم تنجح المشاورات فسوف تستمر العملية العسكرية حتى تنجح. نعم، أنهم يعملون على مسارين متوازيين. محمد بن سلمان منذ اللحظات الأولى للتفاوض مع الحوثيين بشكل مباشر قال أنه نحن منتبهون للسيناريوهات الأخرى ونحن جاهزون لأي خيارات أخرى. إذن لا تستطيع السعودية لمصلحتها أولا إلا إذا أرادت أن تخسر كل ما فعلته في اليمن، ولا أعتقد أنها ستفعل. كل الدلائل على الأرض تدل على أن السعودية يعني من أجل مصلحتها أولا ثم من أجل أهداف هذا التدخل. نعم، ستستمر في عمليتها العسكرية بما يتناسب مع يعني بما يتناغم مع المفاوضات. إذا نجحت سوف تكون العملية العسكرية بشكل مختلف حتى لن تتوقف حتى وإن بدأ التفاوض، ولكن ربما باعتقادي لديهم سيناريو آخر ولديهم ما أعلن أكثر مرة خطة بديلة في حالة أنه المفاوضات فشلت. نعم سيد جمال، ما إذا تحدثنا عن الميدان والوقائع التي تحدث وسير وتأثيرها على سير المفاوضات، تعز أمس تعرضت لقصف كان الأعنف منذ بدء القصف على مدينة تعز، كيف سيؤثر على سير ومستقبل المفاوضات؟ أنا باعتقادي أنه بالنسبة للشارع اليمني هذا ليس جديدا على جماعة الحوثي. جماعة الحوثي منذ أول تحرك لها خارج أسوار صعدة وهي تخرق الاتفاقيات، توقع الاتفاقيات ثم تقتحم القرى وتزرع الألغام وتفجر المنازل. هذا ليس جديدا، ليس هناك أي اتفاق واحد التزمت به جماعة الحوثي، هذا معروف. لكن ما الذي يفعله الطرف الآخر؟ من المفترض أن يكون هناك بالمقابل توجه لدى الحكومة الشرعية ولدى القيادات العسكرية على الأرض. نعم، يعني توجه دعيني أقول استراتيجية عسكرية جاهزة للتعامل مع أي مستجد. لا ينبغي أن نستغرب ولا ينبغي أن نتفاجأ أن الحوثيين يفعلون ذلك. نعم، إذن السيد جمال المريكي الباحث السياسي كنت معنا هنا ضيف في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت الصحفي علي الفقي. مرحبا بك سيد علي، وبداية تتحدث الأنباء عن تحفظ الحوثيين على النقاط الخمس للمشاورات التي وضعها ولد الشيخ، هل لديك أي معلومات عن أسباب تحفظهم هذا؟ هم متحفظون منذ البداية حتى قبل أن يأتوا إلى الكويت، كانوا في صنعاء، وكان واحد من أسباب تأخرهم أنهم يحاولون الضغط على المبعوث الأممي وعلى الأطراف الدولية تغيير أجندة المفاوضات، وبالتالي هذه النقطة طرحوها منذ كانوا في صنعاء أنهم غير مستعدين للقدوم لمناقشة نقطة تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن، ويقولونها بصراحة نحن لن نأتي إلى الكويت لنسلم أنفسنا، لنسلم رقابنا ونسلم سلاحنا لسلطة عبد الرب منصور هادي، لأنهم لا يعترفون بشرعيته. وبالتالي جاءوا في رأسهم هدف واحد أنهم يهدفون إلى مناقشة موضوع الانتقال السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يعني أنهم يريدون تشكيل حكومة يسيطرون عليها، يديرونها وهم يمسكون بالسلاح، يستطيعون وضعها قيد الإقامة الجبرية أو يعتقلونها في أي لحظة. فقط يريدون إضفاء الشرعية على أعمال القتل والعنف التي ينفذونها بطول البلاد وعرضها. نعم، إذن علي، ماذا بالنسبة لموقف الأمم المتحدة؟ هل كان لديهم أي رد على هذا التحفظ؟ في البداية كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حريص على أن
تحضر كل الأطراف إلى الكويت، فبعث على ما يبدو بإشارات مرنة فهمها وفد ميليشيات الحوثي وصالح أنها استعداد من المبعوث الأممي لتغيير أجندة الحوار. بعد أن جاءوا إلى هنا بدأوا اليوم، وقبل أن تبدأ الجلسة الثانية للمشاورات رفضوا الدخول إلى القاعة، اعتصموا في الغرف التي يقيمون فيها واشترطوا أن تتغير أجندة المشاورات بعد أن وجدوا رفض من المبعوث الأممي لهذه الفكرة. طلب منهم الدخول إلى القاعة والنقاش، وأعتقد أن الجلسة جلسة اليوم المنعقدة الآن في قاعة المشاورات ستنقضي في مناقشة أجندة المفاوضات ولن يدخلوا إلى التفاصيل، بالإضافة إلى ما تحدث به بالأمس المبعوث الأممي في الكلمة التي ألقاها في الحفل الافتتاحي. تحدث عن مناقشة النقاط التي نص عليها قرار الأممي 2216 بشكل متزامن وليس بشكل متسلسل، أي أنه هنا يبحث فكرة البدء بمناقشة كل النقاط في وقت واحد، وهذا قد يذهب إلى تفاصيل فنية وتشكيل لجان لمناقشة كل فكرة على حدة، لكن هذا أيضا يظل خطيرا ويشجع وفد الانقلابيين على مزيد من الاشتراطات لإفراغ القرار الأممي من محتوى. نعم، إذن الصحفي علي الفقيه كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. من جانبه أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن المشاورات اليمنية سترتكز على المحاور الخمسة الرئيسية لقرار مجلس الأمن والمرجعيات الوطنية. ودعا ولد الشيخ في افتتاح مشاورات السلام التي انطلقت أعمالها في العاصمة الكويتية الأطراف اليمنية إلى تقديم التنازلات لإنهاء معاناة اليمنيين، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل إطالة الحرب. ولفت ولد الشيخ أحمد إلى مقتل أكثر من 7000 شخص في الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، إضافة إلى ملايين الأشخاص الرازحين تحت وطأة الجوع. سوف تنطلق جولة المشاورات من النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015. إن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار، فالأرقام تؤكد أنه خلال عام واحد سقط ما يقارب 7000 قتيل و35 ألف جريح، بما اضطر 3 ملايين شخص لمغادرة منازلهم بحثا عن هذا. وأعلن التحالف العربي ترحيبه ببدء المشاورات السياسية اليمنية المنعقدة حاليا في دولة الكويت، وأكد التحالف استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ حتى الوصول إلى حل شامل طبقا للقرار 2216. وأعرب التحالف عن تثمينه للدور الذي بذلته الرياض في جميع الأطراف اليمنية في جمع الأطراف اليمنية وتشكيل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في جميع المحافظات اليمنية، ما سهل إيصال المواد الإغاثية والطبية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأكد استمرار عمل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار ومعالجة أي خروقات حتى يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. إلى ذلك قال الناطق باسم التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري إن مخرج الأزمة اليمنية لابد أن يكون سياسيا وليس عسكريا، وأضاف أنه ليس لدى التحالف نية لإطالة أمد الوضع المضطرب في اليمن، مشيرا إلى أنه لا توجد رغبة لحسم الأزمة عسكريا، ولفت إلى أن التحالف يمضي في تحركه وفق مسارين متوازيين أحدهما سيصل الهدف، أما عبر نجاح المشاورات السياسية وتطبيق قرار مجلس الأمن أو باستمرار العمليات العسكرية. وسوف يقوم كالتحالف والقوات المسلحة السعودية.
ميدانيا في محافظة أبيان شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على تجمعات لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينتي زنجبار وجعار. وقال مصدر محلي إن إحدى الغارات استهدفت مقر الأمن السياسي الذي يتمركز فيه مسلح التنظيم، بينما استهدفت غارتان مصنع 7 أكتوبر الذي تتخذه القاعدة معسكرا لتدريب عناصرها. لم تخرج محافظة أبين من الثقب الأسود الذي وضعت فيه منذ سيطرة القاعدة عليها، فهي وبعد أن هدتها شظايا الإرهاب شبه اليومي وحولها التنظيم إلى مسرح لعملياته ونزواته، لا تزال في انتظار الخلاص. الخلاص على يد الجيش الوطني والمقاومة أو قوات التحالف معا، فلم تعود البلاد المكتئبة دوما تحتمل المزيد من التوحش والبقاء تحت رحمة الإرهاب. تفيد الأخبار الواردة من زنجبار وجعار أن الجيش الوطني والمقاومة يستعدان لشن حملة عسكرية لتحرير المدينتين، وذلك بعد مواجهات اندلعت على مشارف زنجبار بالتزامن مع استهداف التحالف العربي لمواقع التنظيم. مصادر محلية نقلت عن لجنة الوساطة المشكلة بين الجيش وعناصر القاعدة في زنجبار طلب التنظيم مهلة للرد على قبول الانسحاب من المدينة دون ما قتال أو التشبث بالمواجهة. وقالت المصادر أن التنظيم قدم عدة اشتراطات خلال أيام من التفاوض لكنها قوبلت برفض قيادة الجيش. تقضي هذه الاشتراطات بالسماح للسلطة المحلية بدخول زنجبار واستئناف ممارسة مهامها منها مقابل بقاء عناصر القاعدة في المواقع التي تسيطر عليها. وتعتزم السلطات كما أعلنت مسبقا تطهير المناطق المحررة من عناصر القاعدة، وهي استراتيجية محلية وإقليمية ودولية استدعتها التوجهات والتحركات الأخيرة في المنطقة. في ظل هذه المعطيات، هل أصبحت معركة أبين حتمية أم أن أوانها لم يحن بعد؟ وهل يضع الجيش في حساباته خيار خوض معركة تطهير أبين من القاعدة أم أنه خارج أجندته في الوقت الحاضر؟ وما الذي يتطلبه الخيار الهجومي في هذا الظرف؟ ذلك ما ستجيب عنه الساعات والأيام القادمة. ونبقى في أبيان، حيث قضى مصدر في لجنة وساطات بين الجيش وعناصر القاعدة إن قيادات من التنظيم طلبت مهلة ل24 ساعة للرد على طلب رسمي من الجيش بالانسحاب من مدينة زنجبار دون قتال. وقال المصدر إن التنظيم قدم عددا من الاشتراطات خلال 5 أيام من التفاوض قوبلت برفض قيادة الجيش لها. وأوضح المصدر أن القاعدة قدمت مقترحا يقضي بالسماح للمحافظ الأخضر السعدي وإدارته الدخول إلى زنجبار وممارسة مهامه مقابل بقاء عناصر التنظيم في عدد من المواقع التي يسيطرون عليها. ذكرت مصادر محلية في محافظة لحج أن قوات الجيش داهمت بعض أوكار مسلحي تنظيم القاعدة في مدينة الحوطة. وقالت المصادر أن عمليات الاقتحام أعقبت إطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة من عدة اتجاهات في المدينة، مشيرة إلى أن الجيش داهم بعض الأحياء بحثا عن مشتبهين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن نحو 200 مدرعة عسكرية إماراتية حديثة وصلت من منفذ الوديعة البري إلى معسكر المسيلة التابع لقوات حماية المنشآت النفطية في مدينة المكلا. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها
أن هذه القوات وصلت إلى معسكر الخالدية في منطقة رماه، وتم نقلها إلى معسكر وادي نحب في منطقة المسيلة النفطية استعدادا لمعركة تحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة. وأوضحت المصادر أن هذه القوات تمثل طلائع القوات العسكرية التي ستشارك في تطهير مدينة المكلا ومحافظة حضرموت عموما، مشيرة إلى أن عملية تجنيد الشباب قائمة في مديريات حضرموت بدعم من دول التحالف العربي ممثلة بالإمارات والسعودية. وفي السياق ذاته اختطف مسلحو تنظيم القاعدة مسؤولا أمنيا في منطقة الشرجة بمدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت. وقال مصدر أمني لقناة بلقيس إن التنظيم اختطف نائب مدير أمن مديرية حجر كبرى مديرية ساحل حضرموت العقيد عمر بن دغار أثناء مروره في الشارع الخامس بالمديرية. وتأتي حادثة اختطاف بن دغار بعد أيام قليلة من إطلاق التنظيم سراح المدير العام للمديرية محمد با علوي المختطف منذ شهرين. جددت إلى محافظة تعز، حيث جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها المدفعي العنيف على الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل بالحبان والمكلكل في منطقة صالة. وقال مراسل قناة بلقيس أن الميليشيا قصفت أيضا مواقع الجيش والمقاومة في مدرات ومعسكر اللواء 35 من مواقع تمركزها في مفرق شرعب وجوار مصنع السمن والصابون. هذا وأصيب طفل في قصف بصواريخ الكاتيوشا شنته الميليشيا على قرى في منطقة سقا وبرداد في مديرية المسراخ بريف محافظة تعز. مراسلنا فواز الحمادي زار المنطقة وأوفانا بالتقرير التالي. أربعة صواريخ سقطت في قرى سقا وبرداد وصفرامة. إحدى هذه الصواريخ سقط على منزل المواطن سلطان عبد الله أحمد، تسبب بتدمير جزئي للمنزل وإصابة الشاب هشام سلطان الذي تم نقله إلى مستشفى النجمة. حوالي الساعة 10 سمعنا أول صاروخ، إحنا بالقرية اللي تحت وقع الصاروخ، خرجنا نتفرج. ثاني مرة يعني صاروخ وقع برداد، والثالث وقع هنا، والرابع وقع بالقرية الأثام. عندما وقع خرجتنا ساعة ما شفتوا قايستوا البيت واتصل من هناك، نقول لهم هنا اتصلوا بخالتكم يعني شوفوا خالتكم أبوي. اتصلنا قالوا ما الحمد لله سلامة، ما فيش إلا واحد اللي تعور، أنقذونا ودنوا لنا شمال. معي هنا الوالدة وأخي جالسين هناك بالباب، فقا قلت لهم هي دخلنا، فقا يعني غدر قدام عيوني يعني ما تخيلت، فكما تشاهدون يعني شوف كيف الانفجار والشظاء وهذا الشيء مليان. خلاص يعني ما قدرت يعني حاولت ادخلهم يعني قد طاقته بال ارهاب المواطنين الامنين في منازلهم جرائم دأبت على ارتكابها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في الكثير من مديريات تعز. مع كل هزيمة تلحق بميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في المواجهات المباشرة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تلجأ الميليشيات الى قصف الاحياء والتجمعات السكنية بصواريخ الكاتيوشا في محاولة خلق نصر إعلامي ولو كان على حساب حياة المواطنين. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من قرية سقة بنجد قسيم تعز. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، ما الجديد لديك؟ ما زال القصف مستمر؟ نعم، متأخر تطور قصفت ميليشيات الحوثي وقوات مخلوع صالح أقل من ساعة من الآن بعدد من قذائف الهون قرية صحبي الآن في مديرية حيفان، وتسبب هذا القصف بإصابة عدد من المواطنين وكذلك أصاب عدد من المنازل أيضا في منطقة على الخلل الفاصلة بين مديريتي ما بين عدلة الأقروب ومديرية دملة خبير، شهدت هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح على مواقع قوات الجيش الوطني في مناطق النقادي الشرقي وشمار ابو العان، حيث قصفت الميليشيات مواقع الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه
بقلاة الهون وبعدد من الأسلحة، نعم، وأصيب عدد من المقاتلين من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني هناك، لكن الأبرز هو أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت هجوم الميليشيا، نعم، التي كانت تحاول التقدم. ما ماذا عن لجنة التهدئة والمراقبة؟ هل هنالك أي رد فعل أو موقف منها تجاه هذه الخروقات واستمرار القصف؟ لجنة التهدئة ومراقبة إطلاق النار نسمع بيانات تصدر منها تعلن أن ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح لم تلتزم بالهدنة ولم تلتزم باتفاق وقف النار، لكن على ليس هناك أي جديد يلزم الميليشيات الانقلابية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. أيضا بما يخص جبهة الضباب والجبهة الغربية شهدت ليلة أمس وحتى الفجر قصف عنيف ومواجهات شرسة، وقد شنت الميليشيات هجوم عنيف على مقر اللواء 35 مدرع وقصفته بمختلف أنواع الأسلحة من أماكن تمركزها بجوار مصنع السمن والصابون ووادي غراب وتبت الظنين، وقد استشهد أحد أفراد الجيش الوطني ويدعى وليد منصور سيف وجرح آخرين، لكن الميليشيات لم تحقق أي تقدم على الأرض. نعم، إذن فواز الحمادي مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، زار وفد جديد من منظمة اليونسيف مدينة تعز للمرة الثانية خلال عام منذ بداية الحرب والحصار المفروض عليها. قال الوفد إن الهدف من زيارته إلى المدينة جاء لبحث احتياجات المواطنين واستغلال الهدنة المفروضة لإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين. تكون الزيارات الميدانية للأرض مليئة بالحقائق أكثر من تلك المنقولة، خاصة من الأماكن التي أنهكتها الحرب والحصار كمدينة تعز. أخيرا، المنظمة العالمية يونيسيف تحضر عبر ممثلها جوليان هارنس للإطلاع على الوضع الإنساني والآثار اللاحقة بكافة فئات المجتمع جراء القصف العنيف والمتواصل من ميليشيا الحوثي والمخلوع. لا يحتاج جوليان لشرح أو ترجمة حتى لإدراك حجم الدمار المحاصر للمدينة، بل كل ما يحتاجه فقط التجول ولو وحيدا لرؤية مقدار الخراب فيها. بعد التجول، زار هانس عددا من المدارس التي حلت نيابة عن تلك المدارس المدمرة من قصف الميليشيا. تفاجأ بالطلاب الدارسين هنا وإصرارهم العجيب على التعليم حتى بظل هذه الظروف، ولم يكن باستطاعته إلا تهنئتهم للاستمرار بمواصلة تعليمهم. أما الطالبات فحرصنا على إيصال رسائلهن للعالم ممثلا بمنظمة اليونيسيف. تعز المدينة المنهكة المحاصرة منذ شهور طويلة. يقول هانس إنه جاء إليها هذه المرة لتنفيذ خطط لإغاثتها بالمياه وإعادة طلابها إلى مدارسهم. أتيت اليوم من أجل الحديث عن إيصال الغذاء والمياه وإعادة التعليم حتى نستطيع تقديم المساعدة بشكل أكبر، ونحن مسبقا قد استطعنا تقديم شحنات المياه، ولكن نبحث عن إمكانية تحسين مداها. نريد أن نرفع من كمية الأدوية المتوفرة للأطفال ونعيد الطلاب إلى المدارس بعد توقفها. دور المنظمات العالمية يجب أن ينشط أكثر في اليمن، يقول حقوقيون، فالمناشدات والنداءات تزداد كل يوم، خاصة من المناطق الأكثر تضررا من الحرب والتي يعاني فيها المواطن من الجوع والحصار اليومي. مع كل جولة لتبادل الأسرى تعيد قيادة ميليشيا الحوثي تحفيز أتباعها للحرب والدفع بهم من جديد إلى المعارك. وكان رئيس ما تسمى باللجنة الثورية للميليشيا قد التقى بعشرات الأسرى في صفقات تبادل مع السعودية والمقاومة بالمحافظات الجنوبية. أشبه بمعمل لإنتاج عناصر الميليشيا تبدو هذه القاعة، حيث يستقبل فيها رئيس لجنة سلطة الانقلاب مجموعة من العناصر التي تم إطلاقهم ضمن صفقات تبادل أسرى متفرقة في أوقات سابقة جرت بين المقاومة الجنوبية والمملكة العربية السعودية وقيادة الميليشيا.
تعيد مثل هذه اللقاءات تحفيز أتباع الجماعة الإنقلابية والدفع بهم إلى المعارك التي لم يعودوا منها غالباً، في نية مسبقة لعدم التراجع عن مشروع الحرب التي اقترفته قيادات الجماعة وتردد صداه في مختلف المحافظات، بارود وضحايا مدنيون يتساقطون بالآلاف برصاص هؤلاء. من يمكنه بعد مغادرة هذا اللقاء المشؤوم أن يستقل أول ناقلة إلى الجبهات؟ كأي قيادي في كتيبة الميليشيا الحوثية لم يفعل رئيس لجنة الانقلاب شيئاً سوى أنه يعيد رفع منسوب العداء لديهم، والغرض هو الدفع بهم مجدداً للعودة إلى محرقة الحرب. بالطبع قد يقول البعض إنه حكماً مسبقاً، لكن الواضح بل والصريح أن التحفيز جار وأخضاعهم لحفظ الشعار وترديد الصرخة مجدداً، وهي الطريقة التي تدربوا فيها على تعميد الولاء الضيق لشعار جوهره فقط دعوة للموت. تقضي جلسات غسيل الدماغ هذه على آمال أن يتوقف هؤلاء بالعودة إلى ساحات المعارك، لكن من الواضح أن إعادة تأهيل عناصر الميليشيا في قاموس هذه الجماعة هو مجرد تأهيل للموت والقتل أقرب منه للحياة والتعايش والسلام. وفي محافظة البيضاء استشهد طفل وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في مديرية الزاهر الحميقان. إلى ذلك شهدت منطقة عبل الوهبية الواقعة بين البيضاء ومأرب قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة والكاتيوشا بين مسلحي المقاومة والميليشيا. قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون على يد مسلح في حي الرحمة وسط مدينة ذمار القديمة. وقالت مصادر محلية إن من بين القتلى امرأة مسنة توفيت برصاص مسلح أطلق النار على منازل المواطنين في الحي. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 2 شهر في مدينة ذمار القديمة. وصلت شحنة مساعدات كويتية مخصصة للقطاع الصحي في عدن والمحافظات المجاورة لها، وتضم الشحنة مساعدات طبية مكونة من 24 حاوية كبيرة مقدمة من دولة الكويت، سيتم توزيعها على عدد من المستشفيات. هذه المساعدات طبعا تم التخطيط لها من قبل الصندوق الكويتي ومن قبل مكتب الصحه في عدن وفي المحافظات المجاوره. قد قامت بدور كبير في رفع المعانه على هذه المحافظات وعلى هذا الشعب الموجود من جراء وفي عدن أيضا أعلن محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي تدشين المرحلة الأولى لإعادة الإعمار في المدينة. وقال الزبيدي إن التدشين يأتي لتطبيع الحياة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن والانتقال إلى مرحلة إعادة الأمل. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. بعد 10 أشهر من انتهاء الحرب في عدن وبعد توالي وعود إعادة الإعمار من مختلف مسؤولي الدولة، يعلن محافظ محافظة عدن في مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة عن بدء المرحلة الأولى لمشروع إعادة إعمار ما خلفته الحرب. إعادة إعمار ليس في البناء فقط، وإنما الإعمار من خلال إعادة عمل المؤسسات في هذه العاصمة المؤقتة وتشغيلها وتوفير حالة الأمن الضرورية التي تؤمنها بشكل كامل وملحوظ. هذه المرحلة سينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد استلامه مبلغا قدره 2 مليار دولار كمرحلة أولى يتم من خلالها إعادة بناء ما تهدم جزئيا من المنشآت والمنازل. معظم المرافق طبعا دمرت بالكامل، هذه كلها مش ضمن الحسبة. أنا يوصل يمكن التعويضات يوصل فوق 1 مليار أو 2 مليار دولار ممكن أو أكثر من كذا. مراقبون عبروا عن خشيتهم أن يقع مشروع إعادة الإعمار فيما تقع به عادة مشاريع الدولة من البطء في التنفيذ والفساد. يأمل المواطن في محافظة عدن بأن يكون ملف الإعمار أو ملف إعادة الإعمار ملف ليس كتلك الملفات السابقة التي سادها الكثير من الفساد. سيشكل هذا الوعد الرسمي بإعادة الإعمار أملاً لكثير من المواطنين المتضررين، حيث بلغت المنازل المدمرة جزئياً وكلياً 10,000 منزلاً حسب إحصائية مكتب وزارة الأشغال العامة،
فيما بلغت الخسائر التجارية في إحصائية أولية أكثر من 11 مليار دولار. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بدء جلسة المشاورات المباشرة في الكويت، ووفد الميليشيا يتحفظ على النقاط الخمس للمبعوث الأممي. غارات للتحالف على مواقع القاعدة في أبيان، وتنظيم يطلب مهلة لدراسة انسحاب عناصره دون قتال. استشهاد طفل بانفجار لغم في البيضاء، والميليشيا تواصل خرق تهدئة وقصف مواقع المقاومة. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.